السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذه الحصة غادي نديرو تتمة درس المضاعفات والقواسم، الأعداد الفردية والأعداد الزوجية، صفحة رقم 57. أقوموا تعلماتي. تمرين رقم 10، أشطب الجواب الخطأ. المضاعف المشترك الأصغر للعددين 4 و10، إذن هو هل 32، 20، 28 أم 40؟ إذن غادي نشوفو بعدا المضاعفات المشتركة لأربعة وعشرة، وعاد من بعد نشوفو المضاعف المشترك الأصغر. إذن بالنسبة لإثنان وثلاثون، هاد إثنان وثلاثون فهي مضاعف للعدد أربعة، لأن أربعة في ثمانية إثنان وثلاثون، ولكنها ليست مضاعفة للعدد عشرة، لأن ما عندي حتى شي عدد اللي كنضربو في عشرة وكيعطيني إثنان وثلاثون. إذن هادي فهي ليست مضاعف للعدد المشترك للعددين أربعة وعشرة. نشوفو ثمانية وعشرون. 28 أيضا فهي مضاعفة للعدد 4، ولكنها ليست مضاعفة للعدد 10، لأن ما كاين حتى شي عدد اللي كنضربو في 10 وكيعطيني 28. إذن هذا بقى لي 20 وبقى لي 40. 20 فهو مضاعف ل 4 ومضاعف ل 10، لأن عندي 4 في 5 20، 10 في 2 20. 40 أيضا فهو مضاعف ل 4 و 10، 4 في 10 40، 10 في 4 40، ولكن حنا خصنا نشوفو المضاعف المشترك الأصغر، يعني أصغر مضاعف مشترك اللي هو 20. حتى 40 هو مضاعف مشترك ولكن ماشي أصغر، لأن المضاعف المشترك الأصغر هو 20. إذا حتى 40 واخا أنها مضاعف مشترك ولكن غادي نشطبو عليها، لأن السؤال هو المضاعف المشترك الأصغر. الآن القاسم المشترك الأكبر للعددين 12 و24 هو، هل هو 4 أم 12 أم 24 أم 6؟ إذا يعني أن شي قاسم اللي كيقسمهم بجوج، كيقسم 12 وكيقسم حتى 24. إذا عندنا 12 على 4 هي 3، 24 على 6 أيضا حتى هي كتعطينا 4، أو 24 على 4 كتعطينا 6. إذا هذا قاسم ديال العددين 12 و 24. 12 أيضا فهو قاسم للعددين 12 و 24، لأن 12 على 12 واحد، 24 على 12 2. 24 ليست قاسم ل 12 و 24، هي قاسم ل 24 ولكن ليست قاسم ل 12 لأنها أكبر منها. إذا غادي نشطبوا على هذه بعدا، هي الأولى. بقات لنا 6. نعم 6 فهي قاسم ل 12 وقاسم ل 24، ولكن حنا خصنا نشوفو مضاعف القاسم المشترك الأكبر. القاسم المشترك الأكبر اللي هو 12، هما 4 و 12 و 6 كلها قواسم مشتركة ل 12 و 24، ولكن خصنا نشوفو القاسم المشترك الأكبر. القاسم المشترك الأكبر هو 12، إذا غادي نشطبو على 4 وغادي نشطبو على 6. بقات لنا 12. الآن تمرين رقم 11. تمرين رقم 11، ألاحظوا الأعداد. إذن هاد الأعداد هادي 425، 631، 540، 108، 3652، 938، 524، 701. ولونوا بالأحمر بطاقة الأعداد الفردية. إذا كيف ما شفنا خلال الحصص السابقة، فإن الأعداد الفردية هي التي تنتهي في رقم الوحدات، إما كيكون عندها واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة. يعني في رقم الوحدات كتكون عندها واحد، ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة، وكيف ما قلنا بأنها لا تقبل القسمة على اثنين، يعني هذيك الأعداد الفردية ما كتقبلش القسمة على اثنين. إذا غادي نشوفو الأعداد الفردية، نشوفو رقم الوحدات ديالها باش نلونهم بالأحمر. إذا عندي هنايا في العدد الأول في رقم الوحدات هنايا شحال عندي؟ خمسة. إذا هذا عدد فردي، إذا كما قلنا واحد، ثلاثة، خمسة، سبعة، تسعة، إذا هذا فهو عدد فردي، غادي نلونه بالأحمر. نمر إلى العدد الموالي.
ستمائة وواحد وثلاثون، شحال عنده في رقم الوحدات؟ واحد، إذا حتى هذا فهو عدد فردي، قلنا إما واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة، إذا عنده واحد في رقم الوحدات غادي نلونوه بالأحمر فهو عدد فردي. العدد الموالي اللي هو خمسمائة وأربعون، شحال عنده في رقم الوحدات؟ عنده صفر، إذا صفر هاد العدد هذا فهو عدد زوجي، الأعداد الزوجية هي اللي كتكون عندها في رقم الوحدات صفر، اثنان، أربعة، ستة، ثمانية، إذا هذا ليس عدد فردي. نمر إلى العدد الموالي أيضا فهو عنده ثمانية فهو ليس عدد فردي فهو عدد زوجي. العدد الموالي 3652 شنو كنلاحظو عنده؟ عنده اثنان، أيضا فهو عدد زوجي. العدد الموالي 938 حتى هو عنده في رقم الوحدات ثمانية فهو ليس عدد فردي وهو عدد زوجي. العدد الموالي 524 شنو عنده؟ أربعة في رقم الوحدات، إذا فهو ليس عدد فردي. 701 شحال عنده؟ واحد، إذا فهو عدد فردي، غادي نلونه بالأحمر. إذا عندنا ثلاثة أعداد فردية. السؤال الموالي أكتب الأعداد التي تقبل القسمة على خمسة واثنين، إذا كتقبل القسمة في نفس الوقت على خمسة واثنين، إذا شنو هي الأعداد اللي كتقبل القسمة على خمسة؟ هي اللي عندها إما صفر أو خمسة في رقم الوحدات. الأعداد اللي كتقبل القسمة على اثنين إذا كتكون عندها إما صفر أو اثنان أو أربعة ستة ثمانية، إذا شنو اللي مشروك ما بيناتهم؟ اللي مشروك ما بيناتهم هي صفر، يعني التي تقبل القسمة على خمسة هي اللي عندها في رقم الوحدات صفر، هذيك هي اللي مشروكة ما بيناتهم، لأن هنايا إما صفر أو خمسة في رقم الوحدات، هنا صفر اثنان أربعة ستة ثمانية، اللي مشروك ما بيناتهم هو صفر، إذا غادي نشوفوا الأعداد اللي عندها صفر في رقم الوحدات، إذا عندنا هو هذا، هذا هو 540 صافي غير واحد. عندنا غير عدد واحد يقبل القسمة على خمسة واثنان في نفس الوقت. أكتب الأعداد التي تقبل القسمة على ثلاثة وتسعة، إذا الأعداد التي تقبل القسمة على ثلاثة وتسعة شنو قلنا؟ بأن خصنا نجمعو مجموع الأرقام ديالها خصو يكون يقبل القسمة على، إذا إلا كانت كتقبل القسمة على تسعة فهي كتقبل القسمة على ثلاثة، يعني خصها المجموع ديال الأرقام يقبل القسمة على تسعة، لأن ماشي أي عدد كيقبل القسمة على تسعة فهو يقبل على ثلاثة فهو يقبل القسمة على تسعة، ولكن العكس صحيح، أي عدد كيقبل القسمة على تسعة فهو يقبل القسمة على ثلاثة، إذا غادي نشوفوا مجموع الأرقام، إلا كان داك مجموع الأرقام مضاعف للعدد تسعة فهذا العدد يقبل القسمة على ثلاثة وتسعة. نشوفوا العدد الأول، عندي خمسة زائد اثنان شحال هي؟ سبعة زائد أربعة فهي إحدى عشر، إذا إحدى عشر لا تقبل القسمة على تسعة، ليست من مضاعفات تسعة، إحدى عشر ليست من مضاعفات تسعة. نمر إلى العدد الموالي اللي هو ستمائة وواحد وثلاثون، واحد زائد ثلاثة شحال هي؟ أربعة، واحد زائد ثلاثة أربعة، أربعة زائد ستة عشرة، إذا عشرة ليست من مضاعفات تسعة، عشرة لا تقبل القسمة على تسعة، إذا هاد العدد هذا لا يقبل القسمة على تسعة وثلاثة. نمر إلى العدد الموالي، إذا عندي خمسمائة وأربعون، خمسمائة وأربعون غادي نجمعو مجموع الأرقام صفر زائد أربعة هي أربعة زائد خمسة هي تسعة، مجموع الأرقام هو تسعة، تسعة فهي تقبل القسمة على تسعة، إذا نكتب خمسمائة وأربعون فهي تقبل القسمة على تسعة وأيضا على ثلاثة، لأن في مجموع الأرقام خمسة زائد أربعة تسعة زائد صفر هي تسعة. العدد الموالي مئة وثمانية، ثمانية زائد صفر، ثمانية زائد واحد تسعة، إذا تسعة تقبل القسمة على تسعة فهي من مضاعفات تسعة، إذا نكتب مئة وثمانية، هذا العدد هذا يقبل القسمة على تسعة وثلاثة. العدد الموالي عندي 3652، 3 زائد 6 9، 9 زائد 5 14، 14 زائد 2 هي 16، 16 ليست من مضاعفات 9، إذا فهذا العدد هذا لا يقبل القسمة على 9. عندي 9، العدد الموالي 9 زائد 3 شحال هي؟ 12، 12 زائد 8 20، 20 لا تقبل القسمة على
9 أو ليست من مضاعفات 9، إذن هذا العدد هذا لا يقبل القسم على 9. 524 عندنا 5 زائد 2 7، 7 زائد 4 11، 11 أيضا لا ليست من مضاعفات 9، إذن لا تقبل القسم على 9، وبالتالي فهذا العدد لا يقبل القسم على 9. العدد الموالي 7 زائد 0 7 زائد 1 8، 8 أيضا ليست من مضاعفات 9، فهي لا تقبل القسم على 9. إذن 701 لا يقبل القسم على 9. عندنا جوج ديال الأعداد اللي هما 540 و108. نمر إلى 80 رقم 12، ولاحظوا وأشطبوا الجواب الخطأ. العدد 40 مضاعف للعدد 10، هل صحيح أم خطأ؟ نعم 40 مضاعف للعدد 10، لأن عندنا 40 هي 10 في 4، إذن فأربعون هو مضاعف للعدد 10. سنشطب خطأ ونترك صحيح. العدد 5 قاسم للعدد 40، نعم لأن عندنا 40 هي 5 في 8، وبالتالي فإن 5 هي قاسم للعدد 40. سنشطب خطأ ونترك جواب صحيح. العدد 50 مضاعف للعدد 30، إذن هذا الجواب هذا فهو خاطئ، لأن ما عندي حتى شي عدد اللي كنضربه في 30 وكيعطيني 50. مضاعفات ديال 30 0 30 60 90 إلى غير ذلك، 120 إلى غير ذلك، إذن فهذا جواب خاطئ. نشطب صحيح ونترك خطأ. العدد 8 قاسم للعدد 40، نعم لأن عندي 40 هي 8 في 5، وبالتالي فثمانية هي قاسم للعدد 40، إذا نشطب خطأ ونترك صحيح. العدد 1 قاسم للعدد 150، العدد 1 نعم قاسم ل 150، العدد 1 فهو قاسم لجميع الأعداد الصحيحة، أي عدد فهو يقسم، يعني 1 يقسم جميع الأعداد، إذا نشطب خطأ ونترك صحيح. العدد 0 مضاعف للعدد 270، نعم هو 0 ومضاعف لجميع الأعداد الصحيحة كذلك، من بينها 270، نشطب خطأ ونترك صحيح. نمر إلى 80 رقم 13، ولاحظوا وأشطبوا الجواب الخطأ. العدد 265 يقبل القسم على 5، إذا قال لك 265 يمكن نقسمه على 5، إذا شنو هي الأعداد التي تقبل القسم على 5؟ هي اللي كيكون عندها فرق من الوحدات إما 5 أو 0. هذا العدد هذا عنده 5 فرق من الوحدات، إذا فهو يقبل القسم على 5، غادي نشطبو على لا ونخليو نعم صحيح. العدد 350 يقبل القسم على 2 و 5، إذا الأعداد التي تقبل القسم على 2 كيف ما قلنا هي اللي عندها 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8. الأعداد التي تقبل القسم على 5 فهي اللي عندها 0 أو 5، إذا فهذا العدد هذا شنو عنده؟ عنده 0 في رقم الوحدات، فهو يقبل القسم على 2، وكذلك فهو يقبل القسم على 5، إذا سنشطب لا ونترك نعم. العدد 282 يقبل القسم على 3، إذا يقبل القسم على 3، الأعداد التي تقبل القسم على 3 هي اللي كيكون المجموع ديال الأرقام ديالها مضاعف للعدد 3، يعني أنه كيكون يقبل القسم على 3. غادي نجمعوا الأرقام، 2 زائد 8 شحال هي؟ 10، 10 زائد 2 هي 12، 12 على 3 هي 4، إذا فهاد المجموع ديال الأرقام يقبل القسم على 3، غادي نشطبوا على لا ونخليو نعم. العدد 279 يقبل القسم على 9، إذا الأعداد التي تقبل القسم على 9 هي اللي كيكون المجموع ديال الأرقام ديالها مضاعف للعدد 9، يعني أنه يقبل القسم على 9. غادي نجمعو مجموع الأرقام، 2 زائد 7 9، و 9 زائد 9 18، 18 فهي مضاعف للعدد 9، فهي تقبل القسم على 9، إذا غادي نشطبو على لا ونخليو نعم. العدد 123 يقبل القسم على 3 وعلى 9، إذا إلا كان كيقبل القسم على 9 فهو أيضا كيقبل القسم على 3، نشوفو غير واش كيقبل القسم على 9، إلا كان كيقبل القسم على 9 فهو يقبل القسم على 3، إذا عندي 1 زائد 2 3، 3 زائد 3 6، إذا هاد العدد هذا 6
فهو لا يقبل القسمة على 9 لأنه ليس من مضاعفات 9. هو يقبل القسمة على 3، نعم، لأن 6 تقبل القسمة على 3، ولكن على 9 لا. إذا غادي نشطب نعم ونخلي لا. كل عدد يقبل القسمة على 9 يقبل القسمة على 3، نعم، كيف ما شفنا في الحصة الماضية، نعم. إذا غادي نشطب لا ونخلي نعم، لأن 9 هي من مضاعفات 3. أدعم مكتسباتي. أرادت، تمرين رقم 14، أرادت أستاذة تكوين مجموعات بها العدد نفسه من التلاميذ. إذا كان عدد تلاميذ القسم هو 30 تلميذا، أحدد من بين الأعداد الآتية 15، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، الأعداد التي يمكن أن تمثل عدد أفراد كل مجموعة. إذا هاد الأستاذة بغات تدير مجموعات ديال القسم. عدد تلاميذ القسم هو 30 تلميذ، لكن 30 ديال التلاميذ اللي كاينين في القسم، بغات دير مجموعات، ولكن هاد المجموعات هادي خصها تكون بها نفس العدد ديال التلاميذ، يعني كل المجموعات خصهم يكونوا فيهم نفس العدد. إذا من بين، يحدد من بين الأعداد التالية، هاد الأعداد هادو الأعداد التي يمكن أن تمثل عدد أفراد كل مجموعة. إذا واش 15، واش 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2. يعني هنايا بحال غادي نشوفوا القواسم ديال 30 اللي غادي نختاروا من هنايا من هاد الأعداد هادو، القواسم ديال 30 يعني الأعداد التي تقسم العدد 30 باش يكون عندي في الخارج صفر، يعني في الباقي صفر عفوا. إذا غادي نكتبوا الكتابات الضربية للعدد 30. عندنا 30 هي أولا 30 في 1، ثم 30 هي 2 في 15، وعندنا 30 هي 3 في 10، 30 هي 5 في 6. إذن هذه هي الكتابات الضربية ديال العدد 30. إذن فالقواسم ديال 30 غادي نخرجوها، هي 2، 15، 30، 1، 5، 6، 3 و 10. هي هذه اللي غادي نختاروا من هنايا. إذن عندي 15 هي هذه، 10 كذلك كاينه، 9 ما عنديش هنا في القواسم، 8 ما كايناش، 7 ما كايناش في القواسم، 6 كاينه، 5 ايضا كاينه في القواسم، 4 ما عندناش في القواسم، 3 عندنا في القواسم اللي هي هذه، و2 كاينه في القواسم. اذا هنايا هما هادو اللي غادي نكتبو. اذا 15 يعني الا كانوا في الافراد ديال كل مجموعه 15، غادي يكون عندي جوج ديال المجموعات، غادي يكون 15 15، وعندي 10 الا كان كل مجموعه فيها 10 ديال التلاميذ، غادي يكون عندي 3 ديال المجموعات، لان عندي 10 في 3 30، وثم 6 5 3 و 2. اذا هادو هما الاعداد التي يمكن ان تمثل اعداد كل مجموعه، اعداد افراد كل مجموعه. نمر إلى التمرين رقم 15، شبكة الأعداد المتقطعة. إذا هنايا هاد الشبكة هادي بحال ديك الشبكة ديال الحروف المتقطعة، هنا عندي أعداد متقطعة وليس حروف متقطعة. أكتب رقما واحدا في كل خانة، يعني هاد الخانة هادي هي الشبكة، في كل خانة خصني نكتب رقم واحد. أفقيا عندي أفقيا يعني كنمشي هكذا، وعموديا هكذا. أفقيا رقم واحد هي هذه، رقم اثنان هي هذه، رقم ثلاثة هي هذه، رقم أربعة هي هذه. إذا رقم واحد مضاعف لسبعة وأربعة، غادي تجيني هنايا مضاعف لسبعة وأربعة، يعني أنه مضاعف لسبعة وأربعة، غادي يكون هو اللي مشروك ما بيناتهم هو 28، لأن عندي أربعة في سبعة هي 28، 28 فهو مضاعف لسبعة وأربعة. إذا غادي نكتبو 28. غادي نكتبوها افقيا 28، نكتبو هنا 2 وهنايا 8. دابا مازالين حنا في رقم واحد، هنايا له قاسمان 5 و1 اللي هي هذه، غادي نكتبوها هنايا حنا في رقم واحد هنايا في افقي.
له قاسمان 5 و 1، يعني شي عدد اللي عنده جوج ديال القواسم 5 و 1، اذا بطبيعه الحال هو 5، يعني 5 يقسم 5 و 1 ايضا يقسم العدد 5، يعني العدد 5 عنده غير 5 وعنده 1. دابا رقم 2 اللي هو هذا هنا غادي نكتبوه هنايا، العدد 3 في 8 في 6 نخرجوه بعدا، 3 في 8 شحال هي 24، 24 في 6 هي 144، اذا هذا العدد هذا هو اللي غادي نكتبوه هنايا افقي 144. بقات لي رقم 3، اصغر مضاعف ل 2 و 3، اصغر مضاعف ل 2 و 3 هو 6، لان 2 في 3 6، اصغر مضاعف ما بين 2 و 3 هو 6 اللي غادي نكتبوه هنا في رقم 3. احنا مازالين هنا في رقم 3، اكبر عدد من رقمين، اكبر عدد من رقمين هو بطبيعه الحال 99، لان ما كاينش كبر من 99، الا زدنا له واحد شحال كيولي 100، 100 راه فيها ثلاثه الارقام، عندي اكبر عدد من رقمين هو 99. رقم 4، يقسم جميع الاعداد، اذا شكون هو العدد اللي كيقسم لنا جميع الاعداد؟ هو واحد، كيقسم لي جميع الاعداد ممكن ان نقسمها على واحد، هذه في هنايا واحد. دابا عموديا، عموديا غادي نتاكدوا غير من هذا الشيء اللي درنا افقيا، وغادي نزيدوا غير هذه الخانه هذه، اذا قاسم للعدد 432 وهذا، اذا 216 هل هو قاسم ل 432؟ نعم، الا قسمت 432 على 216 غادي يعطيني 2، لان عندي 216 في 2 شحال كتساوي؟ كتساوي 432، إذا ف 116 هو قاسم ل 432، هي هذه 116 هي عندي صحيح. ندوزو لرقم 2، مضاعف للعددين 12 و 7، إذا شحال عندي هنا؟ 84، نعم 84 راه مضاعف ل 12 مضاعف أيضا ل 7، علاش؟ لأن عندي نكتبوها هنا 84 هي 7 في 12، إلا ضربنا 7 في 12 كتعطيني 84، إذا هذا العدد هذا فهو صحيح. حنا مازالين في رقم 2، أصغر قاسم ل 9، أصغر قاسم ل 9 اللي هو 1، إذا حتى هذه راه عندنا صحيح. 3، رقم 3 حنا هنايا مضاعف للعدد 7، إذا مضاعف للعدد 7 شحال عندي هنايا؟ كتبت 49، نعم 49 فهو مضاعف للعدد 7. دابا رقم 4 أيضا عمودي، قاسم للعددين 15 و 25 شحال هنا كتبنا؟ 5، 5 فهو قاسم للعددين 15 و 25، لأن 15 ممكن نقسموها على 5 كتعطينا 3، 25 حتى هي ممكن نقسموها على 5 كتعطينا 5. دابا مضاعف للعدد 10، مضاعف للعدد 10 عندي هنايا 9 شنو بقات خاصاني؟ بقات خاصاني الصفر، نعم بطبيعة الحال، لأن 90 فهو مضاعف للعدد 10، 10 في 9 هي 90. 90 هي 10 في 9، اذا 90 فهو مضاعف للعدد 10، ها حنا كتبنا هنايا 90. اذا هكذا كنكونوا سالينا صفحه رقم 57. الى حصه مقبله ان شاء الله، ما تنساوش تشاركوا في القناه الا كنتوا مازال الا كنتوا اول مره كتشوفوها، تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم. شكرا على المتابعه والى اللقاء، دمتم في رعايه الله.